بعد دراسة الخيارات، نتنياهو يهاتف بايدن اليوم لإطلاعه على خطط ضرب إيران وترجيحات برد إسرائيلي يشمل غارات على أهداف عسكرية وعمليات سرية. تحت وطأة ضربات واستهداف القيادات، حزب الله يلين ويفك الارتباط مع جبهة غزة، ونعيم قاسم يعلن دعم تحركات بري. الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بري صباح الخير وأهلا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الحدث. نبدأ هذه الساعة من التغطية بما كشفته موقع أكسيوس نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنه من المتوقع أن يطلعه خلال الاتصال على أي خطط تتعلق بضرب إيران. وأضاف موقع أكسيوس أن الاتصال الذي وصف بالحاسم والأول بين نتنياهو وبايدن منذ شهرين سيأتي بعد اجتماعات لساعات طويلة عقدها نتنياهو مساء الثلاثاء مع كبار الوزراء وقادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات في محاولة للتوصل إلى قرار بشأن نطاق وتوقيت الهجمات الإسرائيلية. وكشف أكسيوس نقلا عن مسؤولين أنه من المتوقع أن يكون رد إسرائيل كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الغارات على أهداف عسكرية في إيران والهجمات السرية. وكان نتنياهو قد طلب من وزير دفاعه يوف جالانت التأجيل لزيارة كانت مقررة للولايات المتحدة إلى حين التواصل مع الرئيس بايدن والتوافق في مجلس الوزراء الإسرائيلي على الإجراءات المقبلة. كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ودولا عربية تناقش مع إيران وقف إطلاق النار الذي يشمل كافة الجبهات بشكل متزامن دون أن تكون إسرائيل جزءا من تلك النقاشات. نقلت القناة عن مسؤول في تل أبيب قوله إن إسرائيل في موقع قوة، مؤكدا عدم وقف القتال في لبنان إلا بتراجع حزب الله إلى شمال الليطاني وتفكيك كل بنيته التحتية العسكرية على الحدود، كذلك فك الارتباط في الجبهة اللبنانية عن الجبهة في غزة. الحديث عن كل هذه النقاط ينضم إلي الآن ضيفي من القاهرة الدكتور أحمد لاشين، أستاذ العلاقات الإيرانية في جامعة عين شمس، وأيضا ينضم إلينا في هذا النقاش ضيفي من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية. اسمح لي أن أبدأ نقاشي من واشنطن مع الدكتور عباس تحديدا فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية التي رصدت لنا دكتور عقيل. هل الولايات المتحدة ستعطي ضوءا أخضر إسرائيليا أو أمريكيا لإسرائيل لشن ضرباتها، وما هي أيضا الحدود التي رسمتها لها في هذا الصدد؟ شكرا لهذه الاستضافة، أولا تحية لك ولضيفك الكريم في القاهرة. يعني أولا الاتصال الهاتفي الذي سيحدث يوم غدا فرضه نتنياهو، لأنه أوقف زيارة وزير دفاعه التي كان عبرها سيناقش الأهداف أو ستناقش الأهداف التي ستستهدفها إسرائيل في إيران. هو أصر على أنه لا يمنح رخصة لرئيس وزراء لوزير دفاع الذي هو على خلاف معه، يعني حاول مرتين إزالته من منصبه لكنه فشل، أنه قبل أن يذهب إلى واشنطن على أن يحتاج بايدن أن يتصل بنتنياهو كي يحدد نتنياهو الإطار العام لاستهداف إيران. عموما الاتفاق أو التفاهم الأولي الذي تم التوصل إليه يعني عبر ضغوط وإغراءات وما إليه أنه تكون الضربة الإسرائيلية تتجنب المفاعل النووي الإيراني وتتجنب البنية النفطية الإيرانية،
تركز على الحرس، على يعني الحرس الثوري الإيراني، وبإمكان الولايات المتحدة حتى أن تساعد في هذا الاستهداف عبر استهداف أهداف إيرانية خارج إيران، يعني كما في البحر الأحمر السفينة إيرانية تساعد الحوثيين وما إليه. هذا هو الإطار العام الذي يبدو أنه إسرائيل توافق عليه والولايات المتحدة مستعدة للتفاوض بشأنه. إذا تم نعم. هذا الاتصال الهاتفي، نتنياهو سيأذن لوزير دفاعه بأن يذهب إلى واشنطن لمناقشة التفاصيل. إذن الاتصال يعني هو اليوم في توقيتنا في المنطقة، وغدا بتوقيت الولايات المتحدة بطبيعة الحال. أنقل هذه النقاط لضيفي من القاهرة الدكتور أحمد لاشين، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أحمد، فيما يتعلق بجزئية الأهداف المتفق عليها تحديدا، هل هناك خطوط حمر تحديدا ستكون إيران بموقف قوة للدفاع عنها؟ هل هناك أوراق مثل أيضا أسعار النفط وغيرها من خطوط الإمداد يمكن إيران فرض وجهة نظرها في هذا الموضوع وستحيدها من قائمة الاستهدافات دكتور؟ في البداية صباح الخير على حضرتك وعلى ضيفك الكريم. التوتر القائم الآن ما بين إدارة بايدن وإدارة نتنياهو حوالين النقاط المستهدفة به الضربة الإسرائيلية إن تمت ضد إيران يعكس الأزمة التي يدركها بايدن جيدا، وأن استهداف مصاري النفط في إيران أو إن تمكن من استهداف المواقع النووية في الداخل الإيراني سيكون كلفتها غالية، لأن العالم سوف يتكلف زيادة في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل قوي جدا، وهذا ما لا تتحمله إدارة بايدن في الوقت الحالي، خاصة والدخول على انتخابات أمريكية قادمة. فقد يكون المتفق عليه أو المنتظر من الاتفاق بين بايدن ونتنياهو هو ضرب المنشآت العسكرية في الداخل الإيراني فقط، أو بعض المصالح الإيرانية في البحر الأحمر، أو إن كان هناك إمكانية للوصول للخليج العربي. بالنسبة لإيران، إيران عندها مساحة جيدة للتفاوض في هذا الشأن. يعني دعنا نعود إلى تصريحات رئيس CIA حينما أشار أن إيران في طريقها إلى امتلاك سلاح نووي في وقت قريب، وهذا ليس أول تصريح، هناك تصريح مشابه لي مما يقرب حوالي أسبوعين أو ثلاثة. مما يعكس أن إيران لديها ورقة مفاوضات خطيرة جدا، وهي فكرة السلاح النووي التي تشيع الآن أنها سوف تعيد بعض المعتقدات أو بعض الأفكار الخاصة في امتلاك السلاح النووي التي كان يحرمها آية الله خامنئي في الفترة السابقة. وبالتالي إيران مضطرة الآن كمان إلى امتلاك سلاح وضع قوي وشديد بعد خسارتها الفادحة لكل الأزرع التي كانت تسيطر بها على الإقليم نسبيا خلال الفترة السابقة، وخاصة بعد أزمة يعني طوفان الأقصى. فإيران سوف تفاوض في ملفين رئيسيين: إمكانية امتلاك السلاح النووي من جانب، والتهديد الناتج عن ارتفاع أسعار النفط إن حدثت أي ضربة في مصاف النفط. طيب. بالإضافة أن الحرس الثوري يعني مرة جديدة أحيل هذه النقاط التي ذكرتها دكتور أحمد لضيفي الدكتور عقيل. دكتور، يبدو أنه الولايات المتحدة وإسرائيل على مدار عام كامل من حرب غزة كان هناك تناقضات وعدم اتفاق وأيضا مناكفات بين الإدارتين في أكثر من مناسبة، ودائما انتهت كل هذه المعارك إن صح التعبير بفوز نتنياهو وفرض كلمته وفرض رغبته وفرض أيضا عملياته على الأرض. كيف يمكن شرح هذه المرة يعني إعلاء وجهة النظر الأمريكية في إقناع إسرائيل بعضولها عن الضربات للمنشآت النووية والمنشآت النفطية؟ يعني أنا أولا يعني أعتقد أنه العلاقة بين نتنياهو وبايدن سيئة وسيئة جدا، ربما منذ ربيع يعني هذا العام بعد عملية رفح. لكنه صحيح نتنياهو بشكل عام إرادته هي التي انتصرت، هو أيضا خضع لبعض
الرغبات الأمريكية. يعني هذا ظهر مثلا في لبنان، الأسلحة الأكثر قسوة لم يستخدمها، يعني القنابل الأكبر والأوسع التي قالت أمريكا لا نريد أن نرى استخدامها، استخدمت في غزة وسببت كارثة بين المدنيين، يعني لم يستخدمها. مع ذلك يعني الآن أعتقد العلاقة بين الطرفين يعني وصلت إلى يعني لحظة افتراق كبيرة. بإمكان نتنياهو أن يتجاهل بايدن وأنه يستغل الموسم الانتخابي الأمريكي ويمضي في إرادته، يستهدف منشآت نووية، يستهدف يعني أشياء أخرى بعكس ما تريد الإدارة الأمريكية بهذا الصدد، لكن أعتقد هو سيواجه بخسارة كبيرة تاليا. لديه حوالي 28 يوما ثم تحدث الانتخابات، وهناك احتمالات أكبر نسبيا أن يفوز فيها المرشح الديمقراطي. المرشح الديمقراطي كاميلا هاريس، يعني استطلاعات الرأي تقول هي متفوقة بحدود 3%. بتصوري نتنياهو كسياسي حاذق مهتم بنجاته السياسية، أنه ينجو سياسيا مما يعني ينتظره في إسرائيل، سينتبه إلى الاعتراضات الأمريكية ولن يضع يعني كل بيضة في سلة واحدة وهي أنه يفوز ترامب. سيأخذ بنظر الاعتبار التحفظات الأمريكية، تحفظات بايدن بخصوص الضربة ضد إيران. هذا هذه النافذة الوقت الضائع، نافذة الوقت الضائع دكتور فيما يتعلق بالانتخابات، هل تنتهي في نوفمبر أم مع استلام الإدارة الجديدة في يناير؟ إذا فاز الديمقراطيين في الانتخابات، لا، في نوفمبر، بعد نوفمبر سيستخدم بايدن الكثير من الضغط، وهذه برغبة كاميلا هاريس. كاميلا هاريس لا تريد أن تتولى أو أنه تصبح مثقلة بملف غزة ونتنياهو وما إليه. بما أن الإدارة المقبلة ديمقراطية، فسيكون بإمكان بايدن ممارسة ضغوط أقصى على نتنياهو. الفريق الرئاسي، الفريق الذي سيدير السياسة الخارجية لكاميلا هاريس، في معظمه سيأتي من إدارة بايدن. هي ليست لديها، يعني هي ليس لديها فريق يدير سياسة خارجية. هي كانت عضوة في الكونغرس، في مجلس الشيوخ، ثم أصبحت نائبة للرئيس. خبرتها ليس في السياسة الخارجية. معظم فريقها الذي سيدير حتى السياسات الداخلية والخارجية هو فريق بايدن. فإذا فازت كاميلا هاريس، سنشهد تصاعد الضغوط الأمريكية على إسرائيل مباشرة بعد فوزها. أما إذا لم تفز، نتحدث عن سيناريو آخر مختلف. دكتور أحمد، بعض النظريات تشير إلى أن الفترة التي أعلنت فيها إسرائيل رغبتها في الرد على القصف الإيراني، وهي عبارة عن بضعة أيام، خلالها كان هناك بعض التراجع في التنظيمات التابعة لها ومنها حزب الله أمام الرغبات الإسرائيلية. هل توافقون وجهة النظر هذه؟ طبعا أتفق مع حضرتك بوجهة النظر، لأن التصريحات اللي لسه موجودة من نعيم قاسم بيتكلم على إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار خلال الفترة القادمة. يعني هناك بعض الانسحابات من حزب الله على المستوى السياسي، لكن تظل الخلاف هل هناك فك ارتباط ما بين وقف إطلاق النار فيما يتعلق بحزب الله وغزة مثلا على سبيل المثال، أم سينصاعوا إلى وجهة نظر نتنياهو بالتخلي عن أن يتخلى حزب الله عن السلاح والعودة إلى حدود أو ما بعد حدود نهر الليطاني، ولا ستظل أزمة المفاوضات ما بين حزب الله ونتنياهو تذكرنا بأزمة مفاوضات غزة التي تمتد ولا تنتهي إلى شيء. لكن في النهاية هناك طبعا تراجع قوي من الأزمة الأولانية كلها بشكل عام، خاصة بعد عملية حزب الله في التي قام بها الجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة طبعا لمحاولة ضرب بعض المصالح الحوثية في اليمن،
كل هذه المساحات بتعكس أن هناك تراجع ضخم للأزرع الإيرانية في المنطقة بشكل عام. وتعقيبا على كلام ضيفك الكريم، عندما سئلت كامالا هاريس عن من هو عدو أمريكا الأول، فكانت الإجابة إيران، فوجه إلي سؤال آخر: إذا امتلكت إيران السلاح النووي، هل الولايات المتحدة سوف تشتبك معها عسكريا؟ جاءت الإجابة أنني لن أجيب على واقع أو أسئلة افتراضية. يعني بمعنى أصح، هناك رؤية أيضا سلبية لإيران من الحزب الديمقراطي، بالإضافة لتصريحات ترامب من كم يوم عن إمكانية ضرب المنشآت أو دعوة إسرائيل لضرب المنشآت في الداخل، المنشآت النووية في الداخل الإيراني. وبالتالي أعتقد أن نمط الإدارة ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي سوف يختلف نسبيا، لكن الأهداف ستظل واحدة: من مصلحة الولايات المتحدة تقويض دعم إيران في المنطقة بشكل عام، خاصة ومحاولة الحوثيين السيطرة على خطوط التجارة والملاحة في بحر العرب وبحر الأحمر، دكتور. وده ينعكس اقتصاديا تماما ضد مصالح الولايات المتحدة. كل الشكر لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي ضيفي من القاهرة الدكتور أحمد لاشين، أستاذ العلاقات الإيرانية في جامعة عين شمس، والشكر الموصول لضيفي من واشنطن الدكتور عقيل عباس، الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية. شكرا جزيلا لكما. مباشرة إلى بيروت الآن، يحدثني من هناك موفد الحدث إبراهيم فتفت، يقف على آخر التطورات على مختلف المستويات. إبراهيم صباح الخير، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة طوال ساعات الليل. كنت معنا في رسائل مختلفة فيما يتعلق بالاستهدافات، إن كان في الضاحية أو البقاع أو أيضا الجنوب اللبناني. نقف وإياك عند الضاحية، هل تجددت الغارات في مع ساعات الصباح الأولى، أم أنه الهدوء مستمر منذ نحو منتصف الليل تقريبا؟ صباح الخير مجددا حسام. ما زال الهدوء يخيم على أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، نسمع من الوقت إلى آخر أصوات المسيرات والطائرات الحربية في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن بطبيعة الحال الصورة كما هي كانت عليه منذ ساعة ونصف تقريبا إلى ساعتين. لا جديد على أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، كذلك فيما يخص الجبهة في الجنوب. كما ذكرنا كان هناك اشتباكات ما بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي على عدة محاور. في بلدة بليدة كان أعلن حزب الله استهداف قوة للجيش الإسرائيلي بعبوة مفخخة، كما اشتبك مع عدد من عناصر الجيش الإسرائيلي بحسب ما أعلن في بيان سابق. أيضا في منطقة اللبوني اشتبك عناصر حزب الله مع عناصر من الجيش الإسرائيلي لقوة حولت التوغل أكثر في المنطقة بحسب ما أعلن حزب الله. وكان الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن عن إصابة 3 جنود إسرائيليين في مواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان بداخل الجنوب اللبناني، البلدات التي ذكرتها. في البقاع أيضا هناك بحسب الأرقام الأولية عدد من الجرحى وقتيل حتى الساعة جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات بقاعية، خصوصا في بعلبك والبقاع الأوسط والشمالي والشرقي. هذه هي الصورة حتى الساعة ميدانيا. فيما يخص الجو الاقتصادي، كان هناك حديث عن قرابة 30 إلى 40% من الاقتصاد اللبناني تأثر سلبا جراء هذه الحرب التي اندلعت منذ عام، والتي أودت بحياة أكثر من 2000 قتيل و أكثر من 10,000 جريح، إضافة إلى نزوح ما يزيد عن 1,200,000 نازح بحسب ما أعلن عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. هذه الأرقام بطبيعة الحال قال عنها مراقبون ومحللون أنها تتزايد يوما بعد يوم مع استمرار التصعيد في لبنان. اسمح لي أن أشير إبراهيم إلى هذه الصور المباشرة التي نتابعها على شاشة الحدث للساعات الأولى لنهار اليوم. من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية، بعض أعمدة الدخان تتصاعد، وهي من الغارات التي رصدت لنا مباشرة على الهواء خلال ساعات الليل، دون تجدد هذه عمليات القصف أو الاستهدافات، هي مجرد أعمدة دخان متصاعدة من استهدافات قديمة. إبراهيم، كنت أيضا رصدت لنا في نظرة سريعة على الصحافة اللبنانية وما أيضا نشرته من أجواء
للعمل الدبلوماسي وأيضا المسؤولين اللبنانيين، ما هي أبرز هذه النقاط؟ نعم، تقريبا تجمع الصحف اللبنانية اليوم على أن هناك جو من الخذلان تشعر به السلطة السياسية بلبنان، لأن تنظر أن المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية تركت لبنان بعزلته هذه لمواجهة إسرائيل، خصوصا بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في الجنوب اللبناني وأيضا في ضاحية بيروت الجنوبية وضد أهداف في البقاع. وكان الجيش الإسرائيلي أيضا حذر وطالب بإخلاء الشواطئ اللبنانية وإبعاد اللبنانيين عنها. نتحدث عن الشواطئ الجنوبية، ربما هناك توقعات بإنزال بحري أو عمليات للدخول أكثر في عمق الجنوب اللبناني، وهذا ما يتخوف منه اللبنانيون. فيما يخص الصحف اللبنانية، كنت قد رصدت بعض الصحف التي صدرت قبل قليل. هناك صحف نقلت عن مصادر دبلوماسية أن جو التشاؤم الذي يسود السلطة اللبنانية بسبب الخذلان، بسبب فشل المساعي الدبلوماسية لوقف التصعيد أو حتى أقله لمنع اتساع رقعة الحرب لتطال مناطق لبنانية أخرى يسيطر عليها حزب الله أو يفر عناصره إلى تلك المناطق بحسب ما نقلت الصحف اللبنانية. تقول الصحف اللبنانية أيضا خلال هذا الصباح أن هناك جو يشعر به الأوساط السياسية أو تشعر به الأوساط السياسية اللبنانية بأن واشنطن تركت إسرائيل تفعل ما تريد في هذه الحرب ضد حزب الله وبعملياتها العسكرية. كل الشكر لك حتى الآن إبراهيم، بطبيعة الحال سنعود إليك فبروز الجديد من كل هذه التطورات ولا سيما الميدانية منها. كان معنا من بيروت موفد الحدث إبراهيم فتفت، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية في هذه التغطية. سياسيا، كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في الحكومة اللبنانية أن قيادات حزب الله لم تعد تشترط تطبيق هدنة في قطاع غزة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، ذلك في تراجع عن مواقفها السابقة. أضاف المسؤول لوكالة رويترز للأنباء أن حزب الله عدل عن موقفه بسبب مجموعة من الضغوط بما فيها النزوح الجماعي لأفراد حاضنته الشعبية في الجنوب والضاحية وتكثيف إسرائيل لعملياتها ضد حزب الله واستهداف أيضا قياداته، إضافة لتصاعد الاعتراضات وذلك من بعض الأطراف السياسية اللبنانية على موقف حزب الله ودعواتها لإصدار قرار ينهي القتال ولا يربط مستقبل لبنان بحرب غزة. أعرب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن دعمه للحراك السياسي الذي يقوده رئيس البرلمان نبيه بري، واصفا إياه بالأخي الأكبر، وشدد على رفض نقاش التفاصيل من غير وقف لإطلاق النار. الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بري بعنوانه الأساس وهو وقف إطلاق النار. وعلى كل حال، بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تناقش وتتخذ فيها القرارات بالتعاون. لا تستعجلوا على تفاصيل، والمبدأ لم ينتهي بعد. وقبل وقف إطلاق النار، أي نقاش آخر لا محل له بالنسبة إلينا. تم تأمين بدائل في كل المواقع من دون استثناء. ليس لدينا موقع شاغر، كل المواقع مملوءة، وحزب الله يعمل بكامل جهوزيته وانتظامه. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار دليل على أنه في موقف دفاعي وتعرض لضربات قاسية. أضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ما تزال تريد حلا دبلوماسيا للصراع بين إسرائيل وحزب الله. التغطية مستمرة من قناة الحدث، دقائق قليلة وأنا أعود معكم في جولة جديدة منها. إلى اللقاء.
יצאנו להילחם. לזכר כל הגיבורים, לזכר ראובן. וואלה, ראית איך זה טס? איזה יופי, אחי! תראה את הרכבים, שתי הרכבים שלי ושלו אחי בלי חלונות, הכל מתדפץ. שבע ארגזים עם אמל"ח. מהלך ההתקפה סמוך לגבול הצפון על מנת להבטיח שתושבי הצפון ישובו לביתם בבטחה. نتنياهو يهاتف بايدن اليوم لإطلاعه على خطط ضرب إيران وترجيحات برد إسرائيلي يشمل غارات على أهداف عسكرية وعملية سرية. تحت وطأة الضربات واستهداف القيادات، حزب الله يلين ويفك الارتباط مع جبهة غزة، ونعيم قاسم يعلن دعم تحركات بري. نحن نؤيد الذي يقوم به الرئيس بر. أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة من قناة الحدث.
كشف موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك اليوم، وقيل إنه من المتوقع أن يطلعه خلال الاتصال على أي خطط تتعلق بضرب إيران. وأضاف موقع أكسيوس أن الاتصال الذي وصف بالحاسم والأول بين الطرفين منذ شهرين يأتي بعد اجتماعات لساعات طويلة عقدها نتنياهو مساء الثلاثاء مع كبار الوزراء وقادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات في محاولة للتوصل إلى قرار بشأن نطاق وتوقيت الهجمات الإسرائيلية. كشف أكسيوس أنه من المتوقع أن يكون رد إسرائيل كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الغارات على أهداف عسكرية في إيران والهجمات السرية. وكان نتنياهو قد طلب من وزير دفاعه يوف جالانت تأجيل زيارته التي كانت مقررة للولايات المتحدة إلى حين التوصل والتواصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والتوافق في مجلس الوزراء الإسرائيلي على الإجراءات المقبلة. وزارة الدفاع الأمريكية وتعليقا على تأجيل الزيارة نفت وجود توترات بين واشنطن وتل أبيب، أشارت إلى أن البنتاغون لا يعلم الموعد الجديد للزيارة. لا، بل على العكس من ذلك، لا أعتقد أن هناك توترا. يمكنك أن تجري محادثات صريحة ومباشرة مع أصدقائك. لن تتفقوا دائما على كل شيء، لكن هذا لا يعني أن هناك توترات. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إسرائيل حذرها من اختبار قوة بلاده، مؤكدا أن أي هجوم إسرائيلي سيتبعه رد إيراني أقوى من المرات السابقة. اليوم أبدأ زيارتي إلى بعض العواصم في المنطقة بما في ذلك الرياض. نحن مستعدون لأي سيناريو، وقواتنا المسلحة حددت جميع الأهداف الضرورية، ويمكن للعدو اختبار إرادتنا. كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ودولا عربية تناقش مع إيران وقف إطلاق النار الذي يشمل كافة الجبهات وبشكل متزامن دون أن تكون إسرائيل جزءا من تلك النقاشات. نقلت القناة عن مسؤول في تل أبيب قوله إن إسرائيل في موقع قوة، مؤكدا عدم وقف القتال في لبنان إلا بتراجع حزب الله إلى شمال الليطان وتفكيك كل بنيته التحتية والعسكرية على الحدود، كذلك فك الارتباط في الجبهة اللبنانية مع جبهة غزة. الحديث عن كل هذه التطورات ينضم إلي اليوم ضيفي من بيروت في هذه الأثناء، ينضم إلي الكاتب السياسي الأستاذ أحمد عياش. أستاذ أحمد صباح الخير، أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي تغطياتنا المستمرة لكل هذه التطورات. بداية أبدأ نقاشي معك من حيث ما كشفت أكسيوس فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي اليوم بين رئيس الوزراء نتنياهو وأيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالضربة الإسرائيلية التي يعني تأخرت بضع أيام. من غير المعتاد أن يعني تقوم إسرائيل بكل هذه المقدمات لضرباتها. برأيك هل تمكنت الإدارة الأمريكية من إقناع إسرائيل في جعل ضربتها محدودة؟ طبعا يعني صباح الخير زميلي الكريم وشكرا على الاستضافة. وأعتقد فيما يتعلق بمدى الإقناع، أنا هو في الإطار العام هناك تنسيق وتفاهم وتكامل بين التوجهات الأمريكية والإسرائيلية دون أغفال أنه، ولكن يبدو أنها غابت في غزة. يعني على مدار عام قام الجانب الإسرائيلي بفرض رغبته هناك. طبعا طبعا نحن يجب أخذ بالاعتبار أن الأجندة الإسرائيلية هي تميز نفسها طوال هذه الفترة التي تفضلت وذكرت، واليوم نحن كذلك أمام مشهد ربما المبدأ العام هو متفق عليه ألا وهي توجيه الضربة. يعني عندما يكون هذا هو الإطار العام، توجيه الضربة والاتفاق عليها، الذهاب إلى التفاصيل هناك سيظهر يعني ما يشبه وجهات النظر أو التضارب إلى حد ما. منها على سبيل المثال ما قيل عن استهداف المنشآت النووية، أما فيما يتعلق بأهداف أخرى لربما يكون هناك تنسيق وتكامل
ونحن نعلم علم اليقين بأن كل ما يعني كل هذه يعني الخطوات وهي التي تعتبر يعني مهمة ويعني واسعة النطاق، لابد أن تكون الولايات المتحدة حاضرة لكي تقدم للجانب الإسرائيلي كل ما له علاقة باللوجستيات، الدعم، الإمكانات إلى آخره. إذن لربما هنا يعني على بساط البحث مثل هذا الأمر، لكن يجب أخذ بالاعتبار نحن في خضم مرحلة هذه الحرب التي انتقلت من غزة واليوم في لبنان، ونحن نرتقب هذا الأمر بتمددها نحو إيران. هي القضية أصبحت ما يشبه الاقتناع بأنها يعني هي هكذا تسير وفق خط يعني يتصاعد ويعني ويتواصل من دون توقف. يعني يجب أن نكون في يعني ضمن عامل المفاجئ. دعنا نتناول بإياك السيناريوهات أستاذ أحمد. يعني إن كان بحسب الترجيحات أن تقتصر الضربات على المؤسسات العسكرية والعمليات الخاصة في الجانب الإيراني، هل سيلقي ذلك بظلاله تصاعديا على الجبهة اللبنانية؟ هل ستقوم إسرائيل بالتعويض في لبنان؟ أم أن هذه التفاهمات بمحدودية الضربة قد تنسحب على لبنان إيجابيا، وقد نرى المزيد من التهدئة والتفاهمات خاصة مع ما قدمه حزب الله مؤخرا من تنازلات؟ طبعا يعني نحن يجب عدم الفصل، ووافقك الرأي فيما يتعلق يعني بهذا السؤال، أن الربط يعني الربط ما بين ما يجري في إيران أو سيجري في إيران وما بدأ يحصل في لبنان. هناك تواصل، ترابط، يعني تأثيرات متبادلة، ويجب توقع كل ما تفضلت، يعني ربما العنصر السلبي والعنصر الإيجابي في وقت واحد، بمعنى تطور الأمور في إيران ربما ينعكس أكثر سلبية على الواقع في هذا البلد. ما نشهده اليوم من 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 من, من دمار وخراب وحرب مستعرة في أكثر من منطقة لبنانية ستتأثر فعلا بمجريات ما سيجري في إيران بهذا المعنى. وأنا أتكل على تحليلات وما سمعناه من أوساط لها علاقة بحزب الله على المستوى الإعلامي. هم أيضا يترقبون وهم في وضع ترقب لما سيحصل في إيران، ويقولون أن الأمر يعني هناك فعلا يعني تكامل بين ما تفعله المقاومة، مقاومة حزب الله في مواجهة إسرائيل في لبنان، وما سينتج عن ردة الفعل الإيرانية على ما سيستهدف إيران. هم يتوقعون أيضا الأمر ليس فقط أن توجه إسرائيل الضربة، بل ما سيلي هذه الضربة، بمعنى ماذا ستفعل إيران. وبالتالي هنا يعني يجب يعني انتظار هذا المشهد، المشهد الذي تتكامل فيه عناصر الرد من طهران إلى لبنان، مرورا بجبهات أخرى الحوثية والعراقية، يعني هؤلاء ما يسموا الساحات، ترابط يعني وحدة الساحات إذا صح التعبير. إذن عمليا يعني هناك يعني كامل الترقب لما سيجري في إيران، لكن هذا بالوقت نفسه يأخذ بالاعتبار أن خصوصية الواقع اللبناني، الواقع اللبناني يشير إلى أننا ذاهبون إلى يعني صراع مرير وطويل الأمد. وكما أشرت في سؤالك فيما يتعلق بالتنازلات بالنسبة لحزب الله التي قدمها بالأمس، أنا في اعتقادي يجب إعادة التدقيق بهذه العبارة أو هذه الكلمة التنازلات. لماذا؟ انطلاقا من كل ما تجمع من معطيات من ظهر ذلك ظهر أمس عندما أطل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وحتى هذه اللحظة الساعات التي تلت ذلك، هناك تكونت صورة أنا في اعتقادي تغير مفهوم التنازلات. حتى يعني لا أريد أن أقطع الفكرة لديك أستاذ أحمد، أرجوك أن تتمسك بها، ولكن حتى هناك تصريحات لوكالة روترز للأنباء المعروفة بأيضا مصداقيتها على لسان مسؤول بحزب الله أن هناك تراجع وأجواء يعني الرضوخ لبعض المطالب. أنا في اعتقادي هناك ما يشبه فوضى التوقعات، فوضى التوقعات بأي معنى. نحن عندما يعني ننطلق من حدث
كما حكي الحدث الذي نتحدث عنه له علاقة بمواقف يعني أطلقها نائب الأمين العام لحزب الله. هناك يعني تذهب الأمور شرقا وغربا فيما يتعلق بما يلي هذا الخطاب، لكن أريد أن أضعك في هذه الصورة التي هي متصلة بما يعلنه حزب الله نفسه. هو عندما انتهى نعيم قاسم من إلقاء كلمته المتلفزة فورا انطلقت الصواريخ من لبنان، حوالي 100 صاروخ في اتجاه حيفا. طيب، وتلا ذلك بعد هذه الصواريخ صدر بيان عن المقاومة التي تسمى مقاومة إسلامية، هي طبعا الصراع العسكري لحزب الله. هذا البيان الذي صدر أكمل الصورة التي لم نجدها عند نعيم قاسم بأي معنى. نعيم قاسم قال وقف الأولوية لوقف إطلاق النار. هم ذهبوا في هذا البيان للتأكيد على وحدة الساحات وتحديدا ربط جبهة لبنان بجبهة غزة. هذا الأمر افتقدناه في هذا البيان الذي أطلقه نعيم قاسم. صحيح. لكن أتى ويعني إذن نحن عندما نكون هذه الصورة سنجد ثلاثة عناصر. العنصر الأول كلام لنعيم قاسم، ثم الصواريخ اللي انطلقت إلى حيفا، ومن ثم البيان الذي صدر عن المقاومة، ما يسمى المقاومة الإسلامية. إذن في هذه العناصر الثلاثة تكتمل عندنا اللوحة، ألا وهي ما زلنا نحن في السياق ذاته، السياق نفس الاستراتيجية التي قبل غياب حسن نصر الله يعني الزعيم التاريخي لحزب الله. وبالتالي كل ما يجري اليوم هي من مقتضيات مرحلة أصبحت هي تفرض نفسها، بمعنى هذا الثقل الذي يلقي بنفسه على 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 كاهل حزب الله في هذا البلد، هذه المواجهة التي لم يكن يتوقعها أن تطلق هذه عملية المواجهة لتصبح في عقر الضاحية الجنوبية إلى في بيروت، مناطق واسعة في الجنوب وأيضا مناطق واسعة في البقاع، سهل البقاع شرقي لبنان. طيب. إذن هذا معطى جديد. هم قالوا، أنا لا أقول ذلك، هم قالوا أنهم التقطوا الأنفاس واستعدوا لهذه المرحلة. من معالم هذه المرحلة التي تحدثنا عنها للتو كلام نعيم قاسم، الصواريخ، ومن ثم بيان توزيع الأدوار. نعم، توزيع الأدوار إذا صح التعبير. نعم، كل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. كان معي ضيفي من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ أحمد عياش، شكرا جزيلا لك مرة جديدة. كشفت وكالة رويترز إذن نقلا عن مسؤول في الحكومة اللبنانية أن قيادات من حزب الله لم تعد تشترط تطبيق هدنة في قطاع غزة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، ذلك في تراجع عن مواقفها السابقة. وأضاف المسؤول لرويترز أن حزب الله عدل عن موقفه بسبب مجموعة من الضغوط بما فيها النزوح الجماعي لأفراد حاضنته الشعبية في الجنوب والضاحية وتكثيف إسرائيل لعملياتها ضد الحزب واستهداف قياداته، إضافة لتصاعد الاعتراضات من بعض الأطراف السياسية على موقف حزب الله. أعرب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن دعمه للحراك السياسي الذي يقوده رئيس البرلمان نبيه بري واصفا إياه بالأخ الأكبر، وشدد على رفض أي نقاش دون وقف لإطلاق النار. كما أكد أن حزب الله استهدف واستبدل القيادات التي تم استهدافها والتي قتلت استبدلها بقيادات أخرى، وأن حزب الله يعمل بكامل جهوزيته وانتظامه. تم تأمين بدائل في كل المواقع من دون استثناء. ليس لدينا موقع شاغر، كل المواقع مملوءة، وحزب الله يعمل بكامل جهوزيته وانتظامه. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار ودليل على أنه في موقف دفاعي وتعرض لضربات قاسية. وكشفت مصادر دبلوماسية فرنسية للحدث أن إسرائيل وضعت عددا من الشروط لقبول الدخول في مباحثات وقف إطلاق النار في لبنان. وبحسب المصادر فإن إسرائيل اشترطت نزع سلاح حزب الله واشترطت انسحابه
نحو شمال الليطاني وتطبيق القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح كل الميليشيات في لبنان. هذه الصور المباشرة من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية نتابعها وإياكم في هذا البث الحي لقناة الحدث، حيث تسود ساعات من الهدوء الحذر التي خيمت على مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما الضاحية، ذلك بحسب ما رصد لنا موفد الحدث إبراهيم فتفت والذي وقف على كل هذه التطورات إن كان في الضاحية أو غيرها، بعد أن تعرضت سلسلة الضاحية تحديدا لسلسلة غارات خلال ساعات الليل الأولى طالت مناطق منها الكفاءات والليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة، مع استهداف الضاحية أيضا بثلاثة صواريخ أطلقتها هذه المرة البوارج الحربية. وأيضا شرق لبنان طالت الغارات العنيفة محيط مدينة بعلبك في البقاع الشمالي ومناطق النبيشيت وأيضا مناطق أخرى منها بريتيل. مباشرة إلى ضيفي من غزة عنتاب يحدثني الباحث الأمني والاستراتيجي الأستاذ فايز الأسمر. أستاذ فايز تحية طيبة، صباح الخير، يعطيك ألف عافية في هذه التغطية المستمرة معنا وأهلا بك دائما على شاشة الحدث. بداية نقف وإياك على القدرات العسكرية الحقيقية لحزب الله بعد كل هذه الضربات. نائب الأمين العام يقول أن هناك تم استبدال كل القيادات التي استهدفت، فيما الخارجية الأمريكية وبحسب يعني مصادرها تقول أنه يعني طاله الكثير من الضعف، ويترجم هذا الضعف لدى حزب الله على أنه في مواقفه التي بدت متراجعة عن وحدة الساحات مثلا وأيضا جبهة غزة. ما رأيك بهذا الموضوع؟ صباح الخير أستاذ حسام، تحياتي لك. يعني بالتأكيد قبول نعيم قاسم بوقف أطلاق النار بمعزل عن غزة يوحي بأن الحزب سيقبل بالشروط القادمة، يعني شروط أكثر تعنتا من قبل إسرائيل. إسرائيل تريد أن تستثمر ولن تقبل بوقف أطلاق النار وتريد ثمنا أكبر، وهذه خلينا نقول مقدمة من أجل إجبار حزب الله إن كان بضغوط الحاضنة الشعبية أو بضغوط الحكومة اللبنانية القبول بشروط القرار 1559 و1701 القاضي بسحب كافة أسلحة حزب الله، لأن حزب الله لا يهدد فقط، وإسرائيل تعي ذلك، لا يهدد فقط إسرائيل من جنوب الليطاني، هو يهددها من كافة العمق اللبناني. هو يمتلك صواريخ متوسطة تصل إلى 300 و400 كيلومتر، فإذا جنوب الليطاني تعلم إسرائيل وتعي أنه لن يقدم لها شيئا إلا إذا سحب كاف من سلاح حزب الله وجرد من أسلحته مع الفصائل الفلسطينية المتواجدة معه. أما من ناحية سؤالك عن القيادات أو عدم وجود شاغر لقيادات أخرى، بالتأكيد أخي حسام كل قائد له خلف، وكل وهذا موضوع يعني ضمن البنية التنظيمية لحزب الله، ولكن السؤال هل هؤلاء القادة الحديثون سيكونون على مستوى القيادات السابقة من الجيل الأول لحزب الله؟ أتصور أن الأمر سيختلف كثيرا. طيب يعني هناك أيضا وجهة نظر مقابلة تقول أنه الجانب الإسرائيلي غير قادر حتى الآن بالتوغل البري، وإن يعني وصف بالمحدود، وأنه حزب الله قادر حتى الآن على التواصل مع عناصره على الجبهات الأمامية وهي قادرة على دفع كل هذه المحاولة للتوغل. أخي حسام يعني التوغل البري بالتأكيد لا يجري هكذا، يعني أنه مجرد أنه تفكر بتوغل بري عسكريا أنه تحط قواتك وفرقك المدرعة وفرق المشاة الميكانيكية على الحد وبتروح. يعني بالتأكيد هناك تحضيرات، يعني تحضير إن كان من التمهيد الجوي المدفعي والناري البري والبحري، القصف، تدمير قدرات حزب الله وإنهاكه على كامل الجبهة. يعني ليس الأمر هكذا، إذن هناك فترة تمهيد ناري. طالما أن إسرائيل تحقق ما تريده بالقصف الجوي وتقلص من قدرات حزب الله
إن كان العسكرية أو القيادية فإذا هي ماضية إلى أبعد من ذلك في تقليص حزب الله، جبهة حزب الله وإمكانيات حزب الله أكثر، ومن ثم الزج بالقوات البرية. لاحظ أن هناك توغلات يومية وعلى أكثر من محور، يعني الجبهة طولها 120 كيلومتر مع لبنان، فإذا ليس هناك خرق من كيلومتر واحد. إسرائيل تحاول من رأس الناقورة وصولا إلى 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 إصبع الجليل بأعلاه من أجل إحداث خروقات في هذا المستوى. هي ستحاول وسترى معي بالأيام المقبلة أنها ستفتح أكثر من 7 إلى 8 محاور في هذه الجبهة من أجل يعني خلينا نقول تلبيك أو إرباك حزب الله وعدم مناورته من محور إلى آخر. بعدها سيتم إيجاد مواطئ أقدام ومن عمق 500 متر، ومن ثم توسيعها إلى الجوانب والمضي قدما في الحرب البرية. بالتأكيد إسرائيل أيضا تختلف عملياتها الآن في لبنان أخي حسام عن عمليات غزة. لا شك أن طبيعة الأرض تختلف اختلافا جذريا، وهذا ما يزيد من خسائر إسرائيل إذا قامت بالهجوم هكذا. طبيعة الأرض جبلية، أودية، تكثر الكمائن، تكثر الاستحكامات والإغارات، فإذا هي تحتاج لوقت أكثر من أجل تدمير القدرات العسكرية والبنى العسكرية لحزب الله، ومن ثم التفكير من عدة محاور في إحداث فروقات برية. فيما يتعلق بالجبهة الداخلية، كما هو معروف كان يعني حزب الله له قبضة شديدة وقوية في يعني مجريات الأحداث السياسية في لبنان، هل نتوقع تغيرا في هذه المجريات في مع أيضا يعني تطور المعارك ومستوياتها في لبنان؟ يعني أنا أتصور أن حزب الله قبل اغتيال حسن نصر الله ليس حزب الله ما بعد اغتيال حسن نصر الله. هناك ولاحظنا أن هناك تنازلات، يعني أول تنازل هو من نعيم قاسم أنه فصل الجبهة غزة عن جبهة الجبهة اللبنانية. يعني لم يقلها صراحة، ولكن هل توافقون وجهة النظر هذه أنه بالفعل فصل ويطالب بوقف إطلاق نار؟ طيب هو ما قالها، يعني هو سياسي وعسكري يجب أن يقول بوقف إطلاق النار على كلتا الجبهتين، أما كلمة وقف إطلاق النار فيقصد به وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، هذا هو المقصود أخي حسام. كل الشكر لك دائما أستاذ فايز على كل هذه التحليلات وأيضا الإيضاحات. كان معي ضيفي من غازي عنتاب الباحث الأمني والاستراتيجي الأستاذ فايز الأسمر، شكرا جزيلا لك. مرة جديدة نتابع هذا البث الحي والمباشر لقناة الحدث من مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث وبحسب موفد الحدث إبراهيم فتفت نقل لنا الصورة من هناك طوال ساعات الليل، وأيضا تحدث عن ساعات من الهدوء الحذر التي تسود أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت مع توقف الاستهدافات والغارات عند حوالي منتصف الليل. بهذا نصل بكم إلى ختام ساعتنا الإخبارية من التغطية، هذه التغطية مستمرة بعد قليل مع ميس الحربي. شكرا لكرم المتابعة وفي أمان الله.
שנה יצאנו להילחם לזכר כל הגיבורים, לזכר רובן. תראה את הרכבים, שתי הרכבים שלי ושלו אחי בלי חלונות, הכל התדפץ. תראה איפה זה נפל, פה באמצע. שהיו מיועדות לעבר הארץ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ארגזים עם אמל"ח. מהלך ההתקפה סמוך לגבול הצפון על מנת להבטיח שתושבי הצפון ישובו לביתם בבטחה. Ай, блин, блин, блин. 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 Ай, блин, блин, блин.